انتخابات تشرين شعارها التغيير وبناء الدولة وتحقيق مطامح الشعب لا مطامع البعض. وبين المرشحين وجوه سياسية دخلت منذ 2003 لم تقدم أو ربما قدمت ما لا يذكر، ووجوه أخرى جديدة تسعى لأخذ مكانها، تشحذ الهمم وتسعى للتغيير. وبين ضعف العلم بالنوايا يسعى العراقيون للأفضل. أهلا بكم أعزائي المشاهدين، ورحب أنا وياكم بضيفي الأستاذ رياض خطاب رديف الراوي، مرشح نازل أخذ حقي أحد الوجوه الجديدة. أهلا بك. يا أهلا وسهلا بك، شرفنا. أولا شلون المعنويات؟ والله إن شاء الله معنوياتنا كلش عالية، وثقتنا بشعبنا وبالطبقة الشبابية خاصة وبالنخب الواعية من أبناء الشعب العراقي أنه إن شاء الله ينتخبون الأصلح لإدارة دفة سفينة العراق وأخراجه من المأزق الذي حصل بعد عام 2003 ولحد الآن. يعني تعتقد نفسك ما متورط، متحمس؟ إن شاء الله ماكو ورطة. لا إن شاء الله ماكو ورطة. زين شلون أنتوا إعدادكم للجماهير؟ أنتوا وجوه جديدة وبالتالي أكو رفض شعبي من الناس لكل العملية السياسية، يعني صارت صورة نمطية للسياسي اللي هو شخص يسرق، شخص أكيد عليه ملفات فساد، شخص أي شخص سياسي، وحتى وإن يعني خلى ملفه حتى أقصدنا الوجوه القديمة. فأنت شلون دا تقنع الجمهور أنه هو يصوت لك؟ أولا حركة نازل أخذ حقي، لا تسمح لي أنطيك فد نبذة عنه. تفضل. إحنا بدينا نتظاهر من 2010 و 2011، والمظاهرات حتى ما نظلم ونبخس حق أحد بدت في مناطق العراق عامة وبالأخص في المحافظات الغربية، وكانت مطالب مشروعة. إلا أن بعض السياسيين اللي محسوبين على المناطق الغربية جيروا هذه المظاهرات لمصالحهم الخاصة وبنوا مجدهم السياسي على أساسها، ولذلك أخذوا مناصبهم السياسية واستحوذوا على ثروات ومقدرات الشعب وبالأخص جماهير مناطقهم عندما جيروا هذه الانتفاضات والمظاهرات السلمية لصالحهم. زين أنت اليوم تعبر عن توجهات خلينا نقول الثوار لثورة تشرين اللي صارت في عام 2019. يعني هاي الانتخابات واحدة من المطالب اللي كانوا يطالبون بها. نعم تشرين. وبالتالي اليوم احنا اجرينا اكثر من استطلاع، راح نشوف واحدة من هاي الاستطلاعات اليوم ان شاء الله في حلقتنا، ولكن الجمهور بشكل عام هو ناقم على العملية السياسية، هو اصلا مو رافض انه ينتخب لوجه عن وجه اخر، لا هو رافض الانتخابات اصلا. فانت شنو الاجراء اللي دا تقوم به انت والوجوه الجديدة الاخرى؟ ايش دا تسوون ويا الجمهور؟ شلون دا تقنعوهم انه يروحون حتى ينتخبون اصلا؟ يعني مو حتى ينتخبك، لا، شلون تثقف العملية الانتخابية برمتها؟ أولا لا تسمح لي مقدمة بسيطة. من خلال استطلاعنا الآراء الجمهور على كافة محافظات العراق، شفنا الجمهور الانتخابي ينقسم إلى ثلاث أقسام. قسم حاسم أمره ويا الوجوه السياسية القديمة لأسباب هو مقتنع بها، كان يكون مستفاد من العملية السياسية، كان يكون عنده مصالح مع الأخوة السياسيين القدامى اللي موجودين، هذا ما نقدر، يعني صعوبة جدا أنه تغير تفكيره. وقسم هم الشباب اللي كانوا ويانا بساحات الاعتصام والمظاهرات، هذول متحمسين ويانا ومستعد يقدم دمه فداء للعراق وحتى يحدث تغيير جذري بالعملية السياسية حتى ننقذ البلد. يعني العفو احنا هسه عينا يعني ما وصلنا إلى 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 مستوى اللي قبل 2003 في أداء مؤسسات الدولة سواء الخدمية والتعليمية والصحية والأمنية. يعني مع الأسف أداء الدولة، مؤسسات الدولة التنفيذية، العفو يعني قصدي مؤسسات الدولة التنفيذية بعد 2003، رجعنا قمنا نتمنى أداء مؤسسات الدولة بال 2003 سواء على الصعيد البلدي والخدمي والصحي والتعليمي والأمني، حتى الأمني، وعلى مكانة وسيادة العراق بين الدول المجاورة والدول العالمية. كان العراق على مستوى الصعيد، على مستوى العربي والمستوى الإسلامي والمستوى العالمي والإقليمي، إلى هيبته وإلى مكانته وإلى ثقله بالوطن العربي.
هسه مع الاسف من تقول العراق يقول لك العراق مقسم الى كذا طائفه الى كذا قسم، قسم تدفع فلان دوله، قسم يدفع فلان دوله، قسم يدفع فلان. صار هذا النظام يعني هو قائم على هذا الاساس، على الاساس هذا يعني هو الان من الفرضيات او الاساسيات اللي يقوم عليها النظام الحالي هو التحاصص لكل طائفه لها حصتها، حتى بتقسيم المقاعد، بتقسيم المقاعد على المحافظات العراقيه وعلى الدوائر الانتخابيه كان على اساس هذا الشيء، تقسيم الوزارات والحصص على اساس هذا. يعني هل ممكن انه يتغير هذا النظام؟ نتغير ان شاء الله. يعني واحده من السلبيات اللي عبروها اثناء كتابه الدستور انه كرسوا بديباجه الدستور كرسوا الطائفية والمذهبية، فواحد من مطالب ثوار تشرين الأساسية هو تغيير الدستور على أساس المواطنة. يعني أنا أساسي وهدفي الهدف الأساسي من ثورة تشرين أنه الهوية الوطنية العراقية، أنا عراقي من حقي في كل مكان في كل محافظة في كل دائرة نتنافس على مقعد دراسي، نتنافس على وظيفة حكومية، نتنافس على وظيفة عسكرية. يعني مع الأسف أبسط شيء القوات المسلحة يروحون أبنائنا يقدمون يقول له والله هل قدمني فلان طائفة. وطبعا هذه كارثة طبعا. يعني العفو المعايير الأصلية والمعتمدة عراقيا وعربيا وعالميا لقبول أبناء القوات المسلحة بالعراق انشالت، صارت على أساس الطائفة. طيب عذرا على المقاطعة، حاليا احنا راح نروح حتى نشوف استطلاع اجريناه مع الناس بالشارع، راح نشوف سؤالنا لهم كان هل انتم مع الوجوه القديمه لو مع الوجوه الجديده. راح نشوف الاستطلاع ونرجع ان شاء الله. ان شاء الله. احنا الان في وسط العاصمه بغداد، راح نسال الناس هل هم راح ينتخبون اولا او لا، وهل هم مع الوجوه الجديده اللي رشحت للانتخابات ام مع الوجوه القديمه. خليكم ويانا حتى نشوف ارائنا. احنا مقبلين على انتخابات يوم 10. نعم. واكو عندنا وجوه كثيره جديده. نعم. داخله الانتخابات مرشحه نفسها. واكو وجوه قديمه، انت مع الوجوه الجديده او القديمه؟ والله نسأل الله بأنه الله يهيئنا الناس تقدر البلد إلى بر الأمان إن شاء الله. يعني ما جاوبتني، وجوه جديدة أو قديمة؟ والله الخير ما يختار الله، إحنا مو قديمة ولا جديدة، إحنا نسعى بأنه الناس الطيبة إن شاء الله مثل شرواك. هم جاوبتني؟ هم جاوبتك، لأن ما نعرف الخير شلون يجي. زين أنت راح تنتخب أصلا؟ بلا شك، ما نضيع. حاط ببالك أحد؟ لا والله. بعدك ما مقرر؟ لا والله ما مقرر. لا اكيد ويا جديده، يعني القديم ليش ما شنو القدمه، فانا اكيد ويا الوجوه الجديده ونريد تغيير يعني نحس به، هذا المطلوب. زين انت راح تنتخب اصلا؟ والله المفروض ننتخب، يعني احنا اذا ما ننتخب راح نذيب باللوم، يقول يا ما انتخبنا وقعدنا بالبيت، المفروض ننتخب حتى نشوف وجوه جديده ونشوف التغير. فانا يعني بالنسبه لي انتخب، لا بد اكو زين، يعني شلون ما يقول انه الشر يعني والخير خص، فأكيد أكو ناس زينة ننتخبهم المفروض. هي أكيد ننتخب وجوه جديدة، لأنه مرينا بانتخابات متتالية لأربع مرات، كل هاي الوجوه القديمة تكررت علينا، مصالحهم أحزابهم مميزاتهم، ما اهتموا للمواطن، ما تحاربوا داخل البرلمان على قرار يهم الشارع العراقي أو يهم المواطن العراقي أو قوانين في خدمة المواطن العراقي. والدليل الآن الكل تشكي، لا الخريجين ولا المتقاعدين ولا الموظفين ولا سلم رواتب. يعني ممكن واحد يداوم بوزارة النفط مثلي دكتوره ياخذ 3.25 مليون، انا اداوم بوزارة الاسكان اخذ 1.6 مليون. فاكو شيء يعني نفس الخدمه نفس، اذا هم ما قدروا يقدمون لنا شيء، فنتمنى ان يصعدون ولو 30%، هي النسبه ما تتعدى 20%، 20% من الجدد، بس هؤلاء الجدد يجب ان يكونون ما منتمين لهي الاحزاب، اذا منتمين هاي الاحزاب لا احنا خسرانين الانتخابات 100%. والله انا مع الوجوه الجديده، الدماء الجديده هي اللي تجدد وهي اللي تبدع وهي اللي تعمل. زين انت مؤمن انه
اليوم الانتخابات كلش مهمة، بحيث احنا نتقدم للانتخابات في سبيل تغيير الوجوه القديمة حتى تجي بمكانها الوجوه الجديدة، ولا احنا قادرين كقوة جماهيرية انه نغير خلال هاي الانتخابات؟ والله هو هذا الكلام سابق لأوانه، هذا الحديث دائما احنا كل دورة انتخابية نسمع به، انه مع الوجوه الجديدة او مع الدماء الجديدة او القديمة، بالوقت اللي تجي وجوه جديدة بس الأكثرية اللي هم وجوه قديمة راح تأثر على الوجوه الجديدة وتسحقهم برغباتهم وملذاتهم، والصالح الطالح يخرب الصالح. فإحنا حقيقة يعني نتيجة المقال إحنا مع الوجوه الجديدة، لكن العراق حقيقة يعني بوجوه قديمة هي اللي بعثرت الناس، يعني بعثرت أفكارهم وبعثرت الرؤى اللي هي تريد أنه تقود العراق وتنتخب مجلس تشريعي اللي هو المجلس الانتخابي، فالأغلبية يائسة من هذا الموضوع. بس أنت راح تنتخب؟ أنا أنتخب وجوه جديدة، وجوه جديدة يعني بالذات، لكن الوجوه القديمة إذا موجودة إحنا ما ننتخب، ما ننتخب. هم موجودين حاليا بس موجودين. مقابلهم اكو وجوه جديده، انت مع الوجوه الجديده فراح تنتخب. راح انتخب الوجوه الجديده. عندنا انتخابات يوم 10/10 ان شاء الله، واكو وجوه مرشح نفسها جديده. صح. بالاضافه للوجوه القديمه، انت ويا الجديد لو ويا القديم؟ والله ان شاء الله ويا الجديد. حيل الله. راح تنتخب؟ ها؟ ان شاء الله. زين برايك الوجوه الجديده قادره انه توصل ل والله نقول ان شاء الله. لأن احنا جربنا القديمين مرتين ثلاثة موافق كل فائدة موافق، فإن شاء الله البركة بالجديد. أنت مع الجديد؟ إن شاء الله. زين حاطفت شخصية معينة حزب معين ببالك؟ والله بعد ما بعدك ما مقرر. أي والله. بس أنت مع الجديد؟ إن شاء الله. صراحة أنا ويا الوجوه الجديدة لأن عندنا بيها مستقبل جديد إن شاء الله. زين اه أنت أول شيء راح تنتخب؟ إن شاء الله. حاط ببالك شخصية معينة من حزب معين جديد نازل؟ عندي شخصية مستقل، مو لا ويا كتلة ولا ويا حزب، بس شخصية يعني مرشح جديد. أنا انتخابات مبكرة جديدة انتخبوا وشاب وله طموح بالشباب، وإحنا كنا دارسين وخريجين، إحنا نريد هذا الأداء إنه يصعد على مود يساهم بالطلبة وبالخريجين، وشوف معاناة الطلبة وشوف معاناة الخريجين، هيك إحنا نأيد واحد وننتخبه ونريد عندي يعني كلام يعني مصدق يعني. احنا مقبلين على انتخابات يوم 10/10 واكو وجوه جديده مرشحه للانتخابات بالاضافه للوجوه القديمه، انت ويا الجديد ولا القديم؟ والله ان شاء الله ويا الوجوه الجديده، ويا لان اكو بعض المرشحين يعني شباب يعرفون معاناه الشباب، يعرفون الشاب ايش يريد، الشاب ايش مطلوب يعني ايش يريد من عنده، فاحنا داعمين ان شاء الله الشباب، ما نريد القديمين، نريد جدا نريد نغير شوي، نغير احسن. زين اكو فد شخصيه معينه ببالك حاطها؟ والله حاليا ما ببالي شخصيه معينه، فال يعني اكثر الشباب يجون يقولوا لي فلان وفلان، فاحنا نشوف المناسب وان شاء الله ننتخبه. زين يعني انت اول شيء راح تنتخب؟ ان شاء الله. انت عائلتك اصدقائك؟ اي طبعا اكيد. يعني تحس انه هاي الانتخابات تختلف عن القبل لانه اكو ناس عندها امل شويه بالتغيير؟ ان شاء الله، لان يعني اكو هوايه يعني شباب مرشحين يعني ان شاء الله يغيرون بهذه الانتخابات ان شاء الله. شعبيا اكو هواية ناس راح تنتخب؟ يعني اكو هواية طبعا، يعني احنا نريد الشاب، نريد الواحد الزين يعني نغير يعني. بالنسبه للانتخابات يعني تعتبر انتخابات مفصليه، وندعو للشعب العراقي المشاركه الواسعه بهذه الانتخابات، لكن احنا بالنسبه للشعب العراقي شعب واعي وراح ينتخب الاحسن. اكو الوجوه القديمه، اكو ناس مقبوله واكو ناس ما مقبوله، واكو وجوه جديده مثلا اكو شوف بيها مثلا جديد على السياسه وما راح يقدم شيء، فاحنا ننتخب الاحسن، يعني على مود تشكيل كتله قويه، على مود تشكيل حكومه قويه تقوم تعيد هيبه البلد، لانه البلد من سيء الى اسوء، فتكون كتله قويه تشكل حكومه على مود تنهض وتعيد العراق هيبته. يعني انت ويا الوجوه القديمه اللي عندها خبره سياسيه بس تكون مقبوله. خبره سياسيه زائدا اكو اشخاص مثلا، احنا مو مثلا السياسيين نقول كلهم مو زينين، هسه وين ما تصعد سياره تجبه الاحزاب وسقوا وتسقيط واحد يسقط بالثاني، لكن اكو ناس مقبوله، اكو ناس خيره، اكو ناس ما مدت ايدها،
يعني قدمت للبلد. احنا نعرف يعني الشعب العراقي شعب واعي. انا بالنسبه لي اسمع مونتكارلو بال 75، يعني معقوله ما اعرف السياسي الوسخ العفو السياسي المزين السياسي المزين؟ انا اعرف راح ننتخب اشخاص بحيث يوصلوني يعيدون العراق هيبته ويرجعون الخدمات للناس. شوف هم هذول شنو سووا لنا؟ هاي ولا شنو سووا؟ يعني شنو البلد شنو شو اسوء زين؟ شو الشالة حرامية قفاصة كله كذب كذب كله وعود وكل شيء ماكو. شنو سووا؟ اكو شيء سووا بخير؟ ماكو شيء بخير، ماكو. هاي العالم ميتة من الجوع، العالم ملعوب بها طوبة، لا عمل لا شغل لا دنيا. شنو سووا؟ زين اكو ناس جديدين على الانتخابات وربما بيهم التغيير. من يقول يجوز نفس الوجوه؟ يجوز نفس الوجوه ترجع يعني مفيش مشكلة. زين اكو جدد، يعني المفروض هذول مو نفس الوجوه، يعني غير وجوه. شلون يعني؟ انت راح تنتخب؟ انا انتخب. انتخب بس انتخب اللي ببالي. زين واللي ببالك جديد ولا قديم؟ لا جديد، بس جديد شنو؟ يعني سيف المجرب مو هذول الطقطوقين. والله لا شلون؟ اذا انت وين وجه جديد؟ لا ابد ولا وجه جديد. زين انت مو تقول انا راح انتخب شخص جديد؟ جديد شنو جديد؟ جديد هسه يعني هسه بالوقت الحالي. وهذا اللي اقصده. اي يعني مو الناس اللي رشحت هذه المره. ايه اكو بيهم من القدام الموجودين. نعم. واكو بيهم جدد اول مره يرشحون. انت نعم. ويا ذولا؟ لا انا ويا هسه الجدد هسه. ايه هاي مال ذولا كله شحت. يعني ذولا ما يفيدونا. ما يفيدونا، لا سووا شيء ولا ابد. ها صار كم سنه؟ من 2003 نفس الوجوه. ولهسه شنو سووا؟ كل شيء ماكو. أعزائي المشاهدين راجعين مرة أخرى، ورحب بضيفي من جديد رياض خطاب رديف الراوي المرشح الجديد والوجه الجديد من نازل أخذ حقي. يعني هذا آخر متحدث من قد الرفض للوجوه القديمة، هو أصلاً ما راضي يفهم سؤالي أصلاً يعني. أعتقد هذا الاستطلاع يبين مدى الفرصة اللي عند الوجوه الجديدة بسبب الرفض للوجوه القديمة. هذه الفرصة شلون راح تستثمروها؟ والله هاي يعني العفو هذا الاستطلاع مالك أفلش صدري، وعلى قولة المؤرخين يقول هذا عاجل بشرى النصر إن شاء الله. يعني هذه بشائر النصر أنه الأخوة العراقيين في كافة المحافظات وعلى مختلف مستوياتهم وقومياتهم أحسوا بضرورة التغيير واقتنعوا قناعة تامة أنه الطبقة السياسية الماضية واللي جثمت على صدور العراقيين لمدة 18 سنة ما قدمت لهم أي شيء، بل بالعكس رجعتهم إلى ما دون خدمات قبل 2003. يعني على كافة الأصعدة، يعني إحنا خلينا نكون منصفين، مو دفاعا عن النظام السابق، صح كان نظام شمولي استبدادي، نظام الشخص الواحد أو الحاكم الواحد هاي ما حد ينكرها، بس كانت أكو مؤسسات دولة وأكو خدمات على مستوى كافة ال طيب إحنا خلينا آسف على المقاطعة، خلينا نقول انه عملية الترويج للانتخابات وترويج المرشحين لانفسهم للدخول او الحصول على اصوات مسألة صعبة، نسب المشاركة بحسب قراءات كثيرة وتحليلات انطلقت من البرنامج، كثير من المحللين والمراقبين اللي على تماس مباشر مع الناس ويجرون دراسات بشكل حثيث انه راح تقل اصلا نسب المشاركة اقل من السنة الماضية اللي كانت 20%. ولكن سؤالي انت كوجه جديد او مجموع التكتل مالتك، اعتقد انتم 19 مرشح. نعم. وبالتالي 19 مرشح 20 مرشح 20. نعم. يعني حتى لو فاز ال 20. نعم. او اخذتوا 20 مقعد ربما ما راح تقدرون تاثرون. هذا الشق الاول من السؤال. الشق الثاني، ليش قوى 20 مبعثره ما انجمعت بتكتل واحد بمجموعه كبيره ممكن هيك تقدر تاثر على مسار النظام؟ تفضل. احنا عندنا تحالف تخادمي مع الاخوه في من ثوار تشرين، في تحالف تمدد. ايه فاحنا يعني احنا دخلنا بمجموعه من الدوائر وهم دخلوا بمجموعه من الدوائر، فهاي وحده. ثانيا تقصد امتداد؟ امتداد. امتداد انا اعتقد انه اعلن تحالفه مع بتحالف قوى الدوله، مو صحيح؟ لا بس احنا عندنا تحالف تخادمي وياهم. نعم. يعني مو
مو استراتيجي وانما تحالف تخادمي لكونهم من ثوار تشرين، كانوا رفاقنا بساحات الاعتصام وبساحات التظاهر. اقصد يعني ليش تشظي قوى تشرين يمكن بها 4-5 احزاب، ليش كل حزب بمكان؟ يعني هي هذه الرؤيه انه اخوه القسم من الاخوه في حركه تشرين او في ثوار تشرين رادوا انه ما ندخل، يقول لك انا ما ادخل الانتخابات الى ان تتحقق كافه مطالب تشرين، هاي رأيهم. احنا برأينا تاني اقصد الاحزاب اللي داخلة بالانتخابات جديدة 2021 اكو اكثر من حزب، يعني من اسمه يدل انه هو تابع لقوى تشرين، من اسمه يدل على ثورة تشرين او مظاهرات تشرين. ليش يعني هسه على سبيل المثال امتداد راح ويا تحالف قوى الدولة، انتم نازلين وحدكم، اكو قوى تشرين نازل واحدة، يعني ليش ما تم العفو استاذي العزيز الاول قوى تشرين اللي دخلت انتخابات هم امتداد ونازل عقد حقي، البقيه قطعوا، الاخوه البقيه قطعوا. يعني احنا نحترم رايهم ونحترم وجهه نظرهم، عندهم وجهه نظر انه يقول لك انا اذا ما احقق مطالب الثوره اللي هي نزع السلاح الدوله، فرض هيبه الدوله، القضاء على الدوله العميقه، قانون انتخابي احسن من هذا، يعني عندهم مطالب هم مقتنعين بها. احنا قلنا مثل ما كان صوتنا مدوي في ساحات الاعتصام واجبرنا الحكومه الطاغيه اللي وجهت رصاصها على صدورنا اجبرناها على استقاله واجبرنا مجلس النواب انه يشرع قانون الانتخابات الجديد رغم تحفظاتنا اللي عليه، بس هو احسن من القانون السابق. فاحنا قلنا من نصير لنا موضع قدم في مجلس النواب، وان كنا 10% وان كنا 5% وان كنا 8% من مجلس النواب احسن مما اني اصيح واهتف خارج مجلس النواب، لانه اني من اكون مجلس النواب وتاثيري 10% 15% راح يكون صوتي مسموع واكون مؤثر بالقرار من خلال لجان مجلس النواب ومن خلال اسمه دور مجلس النواب التشريعي والرقابي. فما اني ابقى بساحه الاعتصام، الى متى ابقى بساحه الاعتصام؟ وحتى يعني اعتقد توقفت الاعتصامات فتره. احنا مستعدين، يعني احنا 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 يعني خلينا نقول من جابت نم، احنا دماء الثوره تجري بعروقنا. العفو استاذ، شو وقت ما شفنا انه عودتنا للشارع تحقق مطالبنا احنا مستعدين ننزل للشارع مره ثانيه. اني انتهى الوقت للاسف. الاستاذ رياض خطاب رديف الراوي مرشح نازل اخذ حقي، يعني اشكرك على تواجدك ويانا في هذه الحلقه، والشكر موصول لكم أعزائي المشاهدين في هذه الحلقة من التصويت المبكر. خليكم دائما متابعين لشبكة روداو عربية على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى موقع الويب roudaw.net حتى دائما تتابعون آخر التفاصيل، بالإضافة إلى متابعة التصويت المبكر الإلكتروني اللي أنتم راح تشاركون به. شكرا لكم وإلى اللقاء.